من العلاقة أو التوازي ما بين الجو والسعر، خالي من سلع المستعمرات، وأيضا بشراكي مع كل منظمات المجتمع المدني والرسمية من المحافظة ووزارة الاقتصاد، وأيضا مع التجار. مثل هذه الورشة مهمة جدا لدى طالبات المدرسة، وخاصة انهم في سن فعلا سنة بيخرجوا للمجتمع الخارجي ويصبح لديهم أمكنة مهمة في المؤسسات. هذه الورشة بتعرف الطالبات على كيفية انتقاء المنتج الفلسطيني الجيد، كيفية الاعتماد على منتجنا الوطني، لأنه في منتجات تأتي من الخارج لا نعرف مدى صحتها للمواطن، سواء صحتها البدنية أو الاقتصادية خليني أقول. فالطالب يجب أن يعرف واجباته، يجب أن يعرف حقوقه، يجب أن يعرف كيف ينزل إلى السوق ليستطيع الحصول على منتج وطني يدعم منتجاتنا الوطنية الفلسطينية، يبتعد عن منتجات المستوطنات. وهذا شعارنا في المدرسة، ونتمنى أن يكون شعار وطننا وجميع شرائح مجتمعنا.